بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم خواتي، كالعادة جيناكم اليوم فيديو جديد كيفاه تركبوا لي سيغمون في البيستون. هذه معلومة خواتي، ان البيستون هذه كنركبوها عندنا هنا حرف الاي ان، هذا نقول احنا جات السباب، السباب الكبير هذه كاين نوعية، نقول احنا تلقى فيها سباب كبير وتلقى فيها سباب صغير. المهم احنا ديما ماذا بينا رانا نوضح لكم معلومة باش تفهمها مليح. عندنا الاي ان هذه نقولوا احنا جات لانتريال، جات الكربيراتير، جات الكربيراتير هذه، هاي لكم خاوتي هنا عندنا جات الكربيراتير وعندنا جا هذه اكستريال، نقولوا احنا جات العادم، جات الشاطمة. شوفوا معايا خاوتي، عندنا الدورة هذه، الدورة هذه شحال فيها؟ فيها 360، 360 هذه نقسموها على ثلاثة، 120 120 120. عندنا نقولوا احنا الزوز هاهم، عندنا هذه نتاع الضغط، الزوز باينين بها يركبوا الفوق، وعندنا هذه نتاع الزيت هي يسمو الرقاق، هاهم بسات من الرقاق نقولوا لهم احنا من الشمبر، هذا رقيق، هذا كاين منه زوز، وتاع الضغط كاين منه زوز، واحد اسود وواحد تلقوه ابيض، ولا تلقوا فيه كتيبه هنا الاول والثاني. المهم قلنا خوتي الدوره تاع البيستون هذه جات لي الاي انتريال، هذه قلنا جات الكربيراتير، هذه ركبوا فيها، ركبوا فيها هذه، هاي هذه كنركبوا فيها، ركبوا الشبكه هذه تاع الزيت، هاي وين كنركبوها، ركبوا تاعها نركبوا الجهه هذه الفتحه هذه نديروها هنا. نديروا فيها تاع زيت هنا في ونتركب الشبكة هذه ولا تركب السيغمون هذه، نديرو لها شوية زيت. هذه قلنا الانتريال، هذه جهة الكربيراتير، تركبوا هذه عايش تحطوها هي في البسطة هي الأولى، بعد هاي هاذي خلو الفتحة تاعها منا في الجهة هذه. واش نديرو آخر عندنا؟ واش قلنا احنا؟ قلنا نقسموها على ثلاثة، هذه تاع الشبكة وعندنا تاع الضغط وعندنا هذا، كيف نقسم؟ واش نديرو احنا؟ هذه تاع تاع الزيت هذي، دقيقة هذي، نجو هنا بجنب هاك، فوق منها ولا تحتها؟ نركبو وحدة فيهم، هاي ليكم خاوتي زي ما تركب، ما تفرشوهاش غير بالعقل البركة، هاي. واحدة تركب لتحت، تحت منها واحدة تركب فوق منها، هذه ندير له تاعها الفتحة تاعها تجي منا، والأخرى تجي عكسها هاك، هاي خرج، قلنا درنا الفتحة هذه هنا، الأخرى نديروها عكس. عزيمة عندنا هذه السوداء هذه، هاي بديكم هاي هنا تلقوا فيها واحد الكتيبة هنا، جهة ما تلقوش فيها وجهة تلقوا فيها واحد الكتيبة هاي هنا، دقيقة خلاص هذه قلنا احنا واش نديرو؟ نجيو نكروزوها هذه، نديروها بالعكس، خلينا هذه هنا قلنا درناها ك 120 120 120 على ثلاثة هنا، إذا درنا احنا هذه تاع الزيت درناها هنايا فتحة تاعها تكون لتحت جا هذي، الأخرى تكون عكسها وتكون فوق، حطوا هذي هكا، غير حطها بصبعك كيما هاك دورها
هبطها بشوية. هاي عندك الأخرى الثانية تركب حتى هي عكسها، هذه درنا الفتحة تاعها من الأخرى تجي هذه. ها على احنا تولوا لهذيك تركبها خاتي، ماذا بكم ما اشتغلتوا ديروها جهه هذه ولا ديروها نقول احنا في النص هنايا؟ على خاطر البيستو هذيك تولي تخدم بطريقه هذه. اذا كان نقول احنا الفتحه هذه اذا كانت في النص خليتوها هنا تولي تاكل لنا شي ميزه سيلندر دير فيه التراس. ديما ديروا في بالكم بلانتريال جات الكربيراتير وجهه الاخرى جات العادم والسيباب الكبير، جات الكربيراتير والسيباب الصغير، الفتحه اللي تلقاها هنا في البيستون الفتحه الكبيره تلقاها راه ديروا في بالكم باللي راهي تكون جات الكربيراتير، والفتحه تاع السيباب تلقاها صغيره في البستم تكون جات العادم. طريقة تاع التركيب خاوتي راهي سهلة، حطوها في بلاصتها، هذي إي إن لانتريال تكون جاية هذي فوق، حركوها شوية منا شوية منا، ما تفرشوهاش بركة هاكا. حركوها منا ومنا بسم الله، مش مشكل خاتي. ها كيما هكا تركب درك ركبوها في البلاصتها، نكملو معاكم خاوتي. قلنا كي نجيو بها نركبوها خاوتي، نجيو جا هذي نركبو لها السلك ليبس هكا من هنا، وجا هذي غادي ندخلو فيها الباقة هذي. درك خاوتي ها نركبو، عندنا لاشين ثاني شدوها بموشة تاع السيلانة كيما هاكا. ها نفوت السلك هنا، ونا لاشيا نفوتوها كيما هاكا بطرف تاع سيلان. عندنا ليتوندير الزوز هاذم، عندنا واحدة هنا يركب هو تلقاه راكب ديريكت فوتوه هنا هو بعد، وعندنا الاخر من بعد نركبوه من هنا. قلنا نفوتوا الباقة في الوحدة تاع البيالة، بعد ما نفوتوها نركبو السلك ليبس لوحدو، قلنا نركبو السلك ليبس هنا خاوتي، ركبوه نحطو نتأكدو عليه راه في بلاصتو في الساقة تاعو، ونجبدو لاشين هذي. نحرك الشميزة شوية منا شوية منا، لازم تركز هنا على الكارتير، لازم تكون راكزة. عندنا لاشين قلنا ها هي هذي لاشين تاعها، يلا
قلنا هاي جهه الانتريال ديما نتاكدوا عليها الانتريال هذه الانتريال تكون جهه الكربيراتير جهه الطوندير هنا عندنا راسي قلنا هاي عندنا هنا قلنا خاوتي بعد ما ركبنا شي ميزه عندنا الجوان هذا لازم نركبوه في بلاصتو الجوان هذا لازم نركبوه في بلاصتو هذا زي ما هيركب هذا زي ما يركب اول حاجه خاوتي لازمنا عندنا هذه عندنا هذه لازم تركب البلاصه تاع عندنا البلاصمو هذا تاع الشين تاع السلسله الرقيقه هذه هذا جاء طويله هذه تكون لداخل تكون جاء هذه هكا لداخل قلنا المرش الصغير هذا هذا المرش الصغير هذا يجي فوق والطويل هذا يجي لتحت هاي لكم الكاسة تاعون يفوت تحنا عنده بلاصة يطيح فيها قلنا عندنا الجوان هذا الجوان هذا عنده البلاصة هذه تكون جات عكس نقول احنا عكس الانتريال يكون لتحت هذا جات الشطمو هذيك بعد ما ركبنا الجوان ركبنا الديتيج هذا من الزوز عندنا الكلاس تاعنا عندنا الكلاس تاعنا باش نركب في بلاصتو عندنا الأشياء نقول فوتها في بلاصتها عندنا الكلاس قلنا أها عندنا اللي تيجي الزوز هاي بس تومي معلومة اخواتي هذه نديروها الفوق وهذا نديروهم على الجنب عملنا البونون هذا الزوز يركبوا فيها البونون تاع هذه درك الركبه من عند فوقكم كيف اخواتي شوفوا معايا اخواتي كاين هذه وكاين هذه وكاين هذه هذه نديروها الفوق وهذا الزوز يكونوا مع اخر تاع الكلاس كنرسوا من هنا جات الطندير عندنا منها جات الطندير هذه نضغطوا عليها هكا بصبعنا هكي هكا تتزير لنا لاشين لازم يكونوا هنا كما هذه كما راكم راهي واضحه هنا عندنا في الصوره تكون الوضعيه تاع الديسك الفوقاني كما هكا عندنا هذه بلاصه تاع خارج تركب هنا وعندنا كل وحدة ركبوا فيها رنديلة معاها الكرو تاعها رنديلة معاها الكرو
كنا خالتي بعد ما ركبوا عندنا المورش تاع هذا يركب هنا يكون مفتوح في الجهه هذه يركبوا فيه ربعه بولونات رقم 12. عندنا لي طوندير اللي قلنا عليهم هاي الاشياء كيفاه راهي ملفوفه تاع لي طوندير هذا اللي قلنا عليه هذا كنضغطوا عليه من هنا هكا باش تزير لينا لاشين درك كي نعطوكم كيفاه تركبوا الطوندير تاعها وتقفلوا عليه والاخرى الثانيه قلنا هي تركب هنا تحت والكلاس تاعها كما قلنا خارجي منا على اساس بلي راه البستم راهو صاعد حتى الفوق درك نقفلوا هذه نكملوا معاكم خارج هاي خاطر قلنا عندنا الطوندير هذا الطوندير هذا زي ما يخدم عندنا البلاصه هذه في البونه صغيره نحاها قلنا فيها بونه صغيره نحاها البونه هاي كيف داير البونه تاعها الصغيره هاي هذه تركب هنا النحو هذه خاطر بعد ما نحوها واش نديرو باش نزيرو الطوندير واش راح نديرو حنا ندخلو طرنفيس هكا صغير ولا حاجه نرخفو نديروها نقولو حنا كي نزيروها كيما هكا نزيروها نزيرو نقفلو نقفلو مليح عندنا هذه تطلع كي نديرو بالعكس كي نفتحوها عندنا لاشين هنا تطندا تتزير عندنا هنا لاشين هذه الطريقه تاعو زي ما يخدم تقفلو تتخف لاشين ترخفو هو تطند عندنا لاشين درك نركبوه في بلاصتو خاوتي هاي بلاصتو هاي كنا عليها درك نركبوه وكملوا معاكم هاي خاوتي بعد ما كملنا جمعنا الموتور قلنا نوضوها نشغل المحرك وهذه العادم تاعها قبل ما نركبوه نسيوها نجربوها ونشوفوها واش بسم الله على بركة الله.